ألف مبروك يا أحلام. الله يبارك فيكي. ميرسي خالص. الناس كلها فرحانة يا أحلام. ياه. جواز العز والسعد والهنا إن شاء الله. ميرسي خالص. مبروك يا هانا. ميرسي. إحنا بقالنا مدة طويلة ما تقابلناش، أنت كنت فين؟ أنا أهلا ليلي. ألف مبروك يا أحلام. الله يبارك فيكي. يا خراشي مالك مبوز ليه؟ مكرضم ليه؟ هم حينفذوا فيك حكم الاعدام؟ صحي يا ترمس صحي. ومين اللي صحي؟ ضميري المتألم وعمال يلعن ابو خاشك. اما مغفل مين؟ ضميرك وبيلعن ابو خاشك ليه؟ على الجريمة اللي هتحصل الليلة. شايف الفرح ده؟ مأساة. الجوازة دي يا نهار اسود، انت بتسمي الجواز جناية ليه؟ هما هيجوزوك مع سبق الاصرار والتلصق. افهمني يا ترمس، انا غشيت احلام وفهمتها اني مليونير، وعلى هذا الاساس اتجوزتني. هي تستاهل، اهو كما عندي بنان وبيت فلا تنجس كله فيه. ابدا، انا لازم اقول لها على كل حاجة، اصرح لها بكل شيء عشان اريح ضميري. يا بني ادم بقى تريح ضميرك وتتعب نفسك، عاوز تطير منك الصالون اللي بتحلم بيه الايام والليالي؟ رنين الذهب ما يغطيش على صوت الضمير. يا اخويا بلا فلسفه بلا فقر دكر، اوعى تقول لها يا بني ادم احسن تطير منك كل شيء، واللي بنيته فيه سنه هتهده في دقيقه. انا ههد صرح المال عشان ابني صرح الضمير. ههد ما ههد. صحيح العريس عنده أرض فيها بترول؟ 15 بير بترول. يا أحلام وكلهم بتوعه؟ طبعا. عن إذنكم أنا عاوزك في كلمتين خصوصيتين. حاضر يا حبيبي، عن إذنكم. يا سلام، نقل لبعض قوي. ده بكرة هينغنخ عز. أنت الناس تقول لي حاجة يا حبيبي؟ ايوه، عاوز اقول لك حاجه مهمه خطيره. خير؟ انت تعبان؟ متوجع. ايه اللي بيوجعك؟ ضميرك. انا حلوه دي. سايبين المعدين وقاعدين في غزل بعض هنا؟ لا بعدين. انا هاني ما عايزه اتبارك لك. حاضر. مبروك يا احلام، والف مبروك يا عريس. عقبال البكاري فرحت لك قوي. نبي عريسك دمه شربات، اتفضلي. استأذني منهم وتعالي معايا. عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. الف مبروك يا احلام. تعالي وابوسك يا احلام. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. ميرسي. بونسوار يا سوسي. الله، في ايه يا ليزو؟ مالك الليلة يا حبيبي؟ أرجوكي تفهميني وتسمعيني. أنت شارب؟ أنا مش شارب حاجة أبداً. أنت اللي شاربة. شاربة مقلب. لا، أنت هزارة غريب أوي الليلة. أرجوكي تتملكي أعصابك وتتحملي الصبر. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. وزيزو كذلك. وأنا قبلت زواجك. وأنا قبلت زواجك. Thank you.
صلي على النبي. ايه واقفين ليه؟ بتبلغوني ليه؟ مش اتعشيتوا؟ مش لهفتوا الاكل؟ يلا بيتك 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 بيتك. يلا يلا أرجوكي ما تقلعيش. لا ايه يا ليزو، المعادي ماشي وانا عايز ارتاح. وانا كمان عاوز ارتاح. أرجوكي ما تقلعيش. جرالك ايه؟ مالك الليلة يا ليزو؟ عشان توقعي في غرامي وتتجوزيني، وانا في الحقيقه مش مليونير، انا مزيجينير. مزيجينير؟ مزيجينير يعني ايه؟ يعني راجي عفو الخلاق عبد العزيز شحتوت الحلاق. حلاق؟ ايوه يا حال، انا عزيز الحلاق، انسان بسيط فقير صفر بالنسبه لك على الشمال. انت مش بتقول ان عندك ارض فيها بترول؟ انا لا عندي ارض فيها بترول ولا ارض فيها كميس. سافل منحط مجرم محتال. مين سلطك تعمل كده؟ واحدة من صديقاتي كنت عايزة تلهفي جزءة أشياء المراد رشيد، مش كده؟ احنا لسه على البر والمقتول موجود وانا مستعد للطلاق. مش ممكن، انت مجنون، دي فضيحة. اودي وشي فين من الناس هتشمت فيا، احبابي قبل اعدائي. انا ريحت ضميري امام الله وامامك ومستعد للطلاق وقت ما تحبي. الطلاق هيحصل في الوقت المناسب، في الوقت اللي يناسبني انا، يوم ما ارد المقلب لاشجان، يوم ما نسيق منها، ويومها ندر عليا اعمل الطلاق بزفه ورقص وغنى. هيكون اول طلاق يتعمل له فرح. طبعا اذنك بقى. رايح فين؟ انا في بيتنا. مش ممكن، يقولوا ايه الخدامين لما يشوفوا جوزي خارج بتبرر في الدخله. لازم نحافظ على المظاهر، لازم نمثل دورنا كويس، لازم نبين الناس كلها ان احنا في منتهى السعاده، والا اشجان تبقى انتصرت عليا وهزمتني. يعني ابات هنا؟ طبعا، بس انت تنام في اوضه لوحدك وانا انام في اوضه لوحدي. مفهوم، يعني جواز انفرادي. كم حتة سكر يا حبيبي؟ ولا حتة. المسي الفنجال بشفايفك تخليه أحلى من الشهد. يا حبيبي أموت في كلامك الحلو ده. الله يا روح قلبي. يا حياتي. لا ده كتير، ما اقدرش امثل في الاكل كمان، الشاي نازل في زوري زي ميت النار. مش هتاكل غصب عنك، لازم نحافظ على المظاهر قدام الخدامين، والعريس لازم تبقى نفسه مفتوحه يوم الصباحيه وياكل كتير. صباحيتنا احنا مختلفه، العريس نام في اوضه والعروسه نامت في اوضه تانيه، تبقى صباحيه زفت، يبقى الاكل ما يتبلعش. يتبلع ما يتبلعش. يتبلع ما يتبلعش.
انا ما اقدرش اكون كذاب، ربنا يعاقبني يوم الايام. لا يا شيخ، امال ليه كدبت عليا قلت لي انك مليونير؟ انا كنت مصمم اني اعترف لك، لكن انت ما سبتليش الفرصه. كنت مستعجله عشان تلهفي ملاييني. الطلاق رفضتيه علشان المظاهر، عشان ما شمتيش فيكي اشكال هانم. انت بجد المان ما عندكش اخلاق. انا جنتلمان غصب عنك، انت ما عندكيش كاركتير. يا حبيبي. يا حياتي، ذوقي العسل ده. ذوق انت العصير ده، ده طعم. يا سلام، بالصحة والهنا. بالسم الهال ان شاء الله. عاوزة تورثيني. مقاتلة، سفاحة، مجرمة. انا مجرمة يا صعلوك. صعلوك؟ انا صعلوك يا يا حبيبتي. يا حبيبي. يا روح. وده هاني معاوز حضرتك على التليفون. حط التليفون هنا وامشي. الو. مبروك يا احلام، انا فرحت لك قوي. انا اسفه ما قدرتش اجي الفرح، ماما اصلها كانت تعبانه شويه. بعد الشر عنك. اسمعي، انت وعريسك معدومين عندي الليله. والله صبرتي ونولتي وعرفتي توقعي مليونير يا مضروبه. اوعى تتاخري. اسفه. اشجان خلاص يا ستي، احلام وزيزو جايين يتعشوا عندي الليله. وافقت والله. الظاهر هي لسه مش عارفه حاجه. اسمعي بقى، انت تيجي الليله تكشفي الكو قدامها قدام الموجودين كلهم، وتعرفين بان المليونير اللي اتجوزته ست هانم يبقى مزيد. فهميني، ايه حكايه التليفون؟ ادي هدى عزمانه ليله في بيتها. فيتو، انا ارفض. انا عارف البيت ده كويس ومش هعتبه ابدا. روحي لوحدك اذا كنت عايزه. هتروح معايا، لازم نثبت للناس ان احنا اسعد عريسين. لا مش هروح، انا حاسس ان الحفله دي ستار وراها مفرقعات. عشان كده لازم نكون موجودين، يمكن اقدر اتصرف. لازم اثبت لهم ان انا لسه واقفه على رجليا. ده يبقى تسويق. ده يبقى تضليل. المظاهر عايزه كده، لازم نقدر كل دعوه سوا، ولازم نخرج في كل حته سوا. مش هروح؟ يعني مش هروح. هنروح يعني هنروح. انت مالكش كلمه، انت طرطور هنا. انا طرطور؟ حياتي يا نوع. يا حبيبتي، يا حبيبتي. ¡Gracias!
الحمد لله الهان ومني لسعيده جدا بل وفي منتهى السعاده بتشريف العريسين السعيدين احلام هانم وعريسها زيزو. وبالمناسبه السعيده دي اقدم لكم مفاجاه الليله. اسمعوا ووعوا يا حضرات الساده والسيدات، اقدم لكم الان مفاجاه الموسم. الاستاذ زيزو. من فضلك انا عاوز الكلمه. الاستاذ زيزو. من فضلك قلت انا اسف جدا لاني حرمتكم دقيقتين اتنين من لذة استماع لمفاجأة الموسم. في الواقع المفاجأة دي تخصني انا، كانت سر بيني وبين اشكال هاني وما كنتش عاوز ازيع السر دلوقتي، لكن بما انها مصممة فهزيعه بنفسي. انتوا عارفين